بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا راح نشرح اليوم عن security و sharing access in Salesforce. بداية طبعا قبل ما نبلش بتروح على HNW، بتروح على الفورم، في دوكيمنت مهمة كثير هي راح نعتمدها في as a study guide as a summary for all the security aspects اللي راح نحكي عنها. فبتروح على Security and Access Custom Settings، في عندك Document 1 تقريبا 10 صفحات بتلخص جميع Security والAccess في Salesforce. بتنزلها هاي Document. في كمان عندنا هذول 3 Diagrams، 3 صور راح نحتاجهم، اللي هي بنحكي عن Profiles، Organization Wide Default Settings، Roles، Sharing Rules. طبعا هاي ثلاث شغلات اربع شغلات وكلها موجوده في سيلز فورس. راح نشوف وين موجوده بالضبط. هسه نشوفها. بدايه روح اعمل لوجين على سيلز فورس اكاونت اللي عندك. روح ديفلوبر فورس دوت كوم. اوكي لوجين. اوكي ندخل على اكاونت ايست. اوكي اوكي بداية في السيلز فورس في عنا 3 ليفلز اوف سكيورتي. في عنا اول اشي اوبجكت ليفل سكيورتي على مستوى الاوبجكت، في عنا فيلد ليفل سكيورتي على مستوى الفيلد، وفي عنا ريكورد ليفل سكيورتي. يعني نحكي عن ريكورد. طبعا ريكورد ايش هو الريكورد في السيلز فورس؟ الريكورد في السيلز فورس اللي هو بنحكي عن The record is an instance of an object. يعني لما نحكي مثلا account، لما تروح على الريكورد تاع الاكونت يعني بتحكي عن الرو تاع الاكونت. يعني في عندنا يوزر اسمه احمد، ادرس رام الله، فون نمبر، نحكي عن ريكورد. فكل رو او كل نحكي instance of an object is a record. مثلا هون نحكي عن هاي الديتيلز كلها هاي عبارة عن ريكورد، فهي المقصود بها الريكورد. لما نحكي عن اكاونت كونتاكت كيسز بنحكي كأوبجيكت ككل، فالاكاونت هو عبارة عن اوبجيكت. لما نحكي على فيلد، الفيلد قصدنا ايش؟ اللي هو الفيلد، يعني مثلا تايب، اندستري، كاونت نمبر، اونرشيب، هاي عبارة عن فيلد. اوكي كمان مرة، الفيلد هو عبارة عن الفيلد عادي اللي هو الاتريبيوت في جوا الاوبجكت، هو عبارة عن فيلد. فصار عندنا 3 ليفلز اوف سكيورتي. هسه كيف السيلز فورس بحقق هاي 3 ليفلز؟ اذا من هيك نكون حكينا عن 3 ليفلز اوف سكيورتي. نرجع ونكرر، في عندنا الاوبجكت هو كاكاونت از ان اوبجكت. لما نحكي عن انستنس اوف ان اوبجكت اللي هو عبارة عن ريكورد هون، يعني مثلا كل هاي الداتا associated with this record، فهي بتكون عبارة عن instance of an object، فهي عبارة عن record. لما نحكي عن field level security بنحكي عن field، يعني بنحكي عن attribute، account type، industry، parent، يعني كل هاي عبارة عن ايش؟ website، fax، phone، هاي عبارة عن field level security. طبعا وين السكيورتي؟ كيف نقدر نعمل access على السكيورتي في Salesforce؟ طبعا في عنا، قبل ما نبلش نحكي على عن السكيورتي ليفلز لازم نشوف منين نعمل اكسس على الاول سكيورتي ليفلز. بدايه بنحكي عن بروفايلز، في عنا هون بروفايلز، في عنا بيرميشن سيتس. راح نشوف ايش الفرق بين البروفايل بين بيرميشن سيتس. في كمان عندنا سكيورتي كنترولز. سكيورتي كنترولز في عنا شيرنج سيتنجز، في عنا اذا بتكبس على شيرنج سيتنجز بتروح على اورجانيزيشن وايد ديفولت سيتنجز. في عنا هون organization wide default settings اللي بتروح عليها عن طريق security control sharing rules، عنا organization wide default settings. كمان في عنا field level security او field accessibility، ففي عنا هون field accessibility زي ما شايفين نحكي عن field accessibility لكل جميع الاوبجكتس الموجودة عندنا، يعني كفيلدز. اوكي
كمان في عندنا other security اللي هي بتحكي عن organizational security، مثلا انت بدك تحدد مين كيف بدك تدخل تعمل sign in في Salesforce، او بدك تعمل restriction على IP address. مثلا انا كنت احاول ادخل على اكونت مثلا في الشركة، لما اروح على البيت بيختلف الاي بي فيطلب مني ايش other security privileges، انه بيطلب مني authentication token، بطلب مني ريست، يعني اعمل تشينج الباسورد. كل هاي عبارة عن ايش؟ عن لوجين كرايتيريا، برضو موجودة في السيلز فورس. خلينا نشوف بس بداية الدايجرام اللي عندنا هون. زي ما حكينا في عندنا ابلكيشن على مستوى البروفايلز اند بيرميشن سيت. طبعا ايش الفرق بين البروفايلز والبيرميشن سيت؟ في 2012، في الوينتر 2012 عملوا اشي جديد سموه بيرميشن سيت. زي ما بنعرف في عندنا بروفايل في عندنا بيرميشن سيت. طب ايش الفرق فيهم؟ الجميع بيعرف ايش يعني بروفايل. اذا بتروح هون على مانج يوزر في عندك بروفايلز، بتروح على بروفايلز في بنقدر نشوف انه في عندنا ماني بروفايلز. من ضمن البروفايلز الموجوده في عندنا ايش ستاندرد بروفايل، في ايش اسمه كاستم بروفايل. فهون اذا بروح على السيستم ادمنستريتور بقدر اشوف انه اللايسنس تاعته عباره عن سيلز فورس، وهو ماخذ ايش سيستم ادمنستريتور. في المقابل في عندنا ستاندرد يوزر برضه من سيلز فورس. اذا بنروح سيستم ادمنستريتور مثلا تكبس على البروفايل تاع السيستم ادمنستريتور، طبعا هو عباره عن ستاندرد بروفايل، راح تشوف انه هون عندي كثير شغلات من ضمنها الاوبجكت بيرميشنز. ففي عندنا الاوبجكت بيرميشنز ذات اكس اوبجكتس اند فيلدز اند سيتنجز ذا سبيسيفاي، يو نو ذس، يعني يو هاف تو ذا ريكورد تايب، يعني بتحدد الريكورد تايبس، بتحدد الاكسس تو بيرميشنز تو ذا اوبجكت اند فيلدز. طبعا كمان البيج لاي اوت، طب بتحكي ريكورد تايب، دائما بتحكي ريكورد تايب بنحكي عن بيج لاي اوت. كمان نحكي عن تابس فيزيبيليتي. جميع هاي الشغلات موجودة اني انا سوبر ادمن. لما تكون سوبر ادمن لازم تعرف شغلة وحيدة، انه انت لما يكون عندك سوبر ادمن في تو بيرميشنز رئيسيات بكونوا عندك. انا كسوبر ادمن في اي اورجانيزيشن او حتى في اي ويب ابلكيشن، لما تحكي عن سوبر ادمن بكون عندي بيرميشن اني اقدر اعدل على جميع الداتا اللي في السيستم، واقدر اشوف جميع الداتا في السيستم. فاذا بتروح هان على System Permissions، اوكي، اللي هي من ضمن ال System Administrator Profile، راح تشوف في عندي a lot of permissions هنا. System Permissions اللي هي تابعة لمين؟ لل Administrator Profile. من ضمن ال Permissions الموجودة عندي، في عندي Permission هنا View All Data. فلما تحط View All Data هاي بتكون أقوى Permission في السيستم، يعني ما فيش Restrict، ما فيش شيء، مفيش حدا معايا بيرميشن انه يكسر هاي القاعده. هاي اقوى اشي، يعني اقوى اشي في السيلز فورس هاي فيو اول داتا. جميع اللي هذول قويات كثير، يعني مفيش حدا بيقدر، يعني كيف بدي اقول لك، يعني هي تخيل عندي في بيت، حوالين البيت في سور، حلو. السور بدي امنع اي حدا يدخل على البيت، فشو بساوي؟ بسكر البوابه تاعت السور تاع البيت، فما حدا بيدخل جوا. فلما اسكر، يعني كأنه لما احكي عن public profile بحكي عن the most restriction، لما حدا بيقدر يدخل لجوا بسكر من برا كل اشي. فهون في عندي view all data، كمان في عندي modify all data. فانا اشي طبيعي كسيستم administrator، اشي طبيعي جدا اني كسيستم administrator يكون عندي modify all data ويكون عندي view all data، اني بقدر اشوف جميع الداتا، بقدر اعدل على كل الداتا. اوكي، طب شو علاقة الموضوع في، يعني كيف مربوط بالسيلز فورس كل هالحكي؟ اذا بتفتح الدوكيومنت الموجودة عندك، انا رسم لك هون او مكتوب انه في عندي هاي العلاقة، انه بروفايل اكبر من او دبليو دي، او او دبليو دي اكبر من الرول اكبر من الشيرنج روز اكبر من الجروب كيوز، الجروب كيوز اكبر من كرايتيريا بي والشيرنج ومانيوال شيرنج. طبعا ايش معنى هاي المرسومه باللون الاخضر؟ هاي اهم علاقه بالسكيورتي. اذا فهمت هذا اللاين راح تكون قادر على انك تحط، يعني اي سيناريو ينعرض لك في السيلز فورس من ناحيه سكيورتي راح تكون قادر على تحليل السيناريو. ففي عندي اول شيء بحكي بروفايل، انه البروفايل اقوى شيء. ايش يعني اقوى شيء؟ يعني لو تروح هون على البروفايل واخترت
اخترت ايش؟ اخترت modify all data. اوكي، يعني ما احكي لك modify all data، يعني انت بتقدر create edit delete organization data regardless of sharing settings. يعني كل هذول الشغلات اللي من هون وطالع I don't care about because this is the most يعني the most stricter يعني اقوى اشي. ففي السيلز فورس انا كيف ببلش؟ كيف السياسه تاعتهم؟ ببلش from most stricter I go wide، يعني I go from the most stricter rule. شايفين هاي الرسمه اللي عندي هون؟ اللي هي رسمه رقم اللي اسمها سيلز فورس اورج. هاي الرسمه شو بعرض لك فيها؟ بحكي لك اوكي I go from most stricter، most stricter هون عندي البروفايل، بعد البروفايل بكون organization wide default settings، بعد الديفولت سيتنج بكون مالي وان شيرنج والرول هيراركي والشيرنج رولز. اوكي، شوف علي هون بحكي وايدر اكسس. شو يعني وايدر؟ يعني البروفايل از ذا موست ستريكر، اي جو وايد، اي اوبن اب، بسموها اوبن اب في السيلز فورس. اي اوبن اب يعني بسكر بعدين بصير افتح شوي شوي، بفتح شوي في الوايد ديفولت سيتنج، بفتح شوي في المالي وان شيرنج، بفتح شوي في الرول هيراركي. بس لاحظ هون ممنوع انك تسك، يعني تقدرش، يعني بتقدرش تفتح كل اشي بعدين تصير تسكر. لا، انا بسكر من الاول بعدين بصير ايش؟ افتح شوي شوي في اللايرز اللي فوق في الليفل الثاني. يعني ممكن اسكر في البروفايل اروح افتح وين؟ في الاورجانيزيشن وايد ديفولت سيتنج. ممكن اسكر في الاورجانيزيشن وايد ديفولت سيتنج افتح وين؟ في الرول. بس بقدرش افتح كل اشي في البروفايل بعدين اروح اسكر وين؟ في الاورجانيزيشن ديفولت سيتنجز، لانه البروفايل اقوى. فمثلا هون اعطيك المثال اللي غير تفهموه او بشكل سلس، انه فيو اول داتا وموديفاي اول داتا، وين موجودات؟ موجودات في البروفايل. هسه لما احكي اول داتا يعني انا بقدر اعدل على كل شيء، وبقدر هون اشوف جميع الداتا، جميع الريكوردز في يعني في من ناحيه تيبل مثلا في الاكونت، بقدر اشوف اعدل على جميع الريكورد واشوف جميع الريكورد. بما انها هي معموله تشيك هان، اوكي، هذا الاشي بيدل ان يعني انا بدل ما اعمل موست ريستريكتد فتحتها من اول، فبقدرش اروح اسكر بعدين لانها مفتوح. فاذا بتروح عندك على يعني بتروح هون مثلا، انا مثلا ايش عملتها هون؟ فيو اول داتا. اذا بتروح من فيو اول داتا مثلا على سكيورتي كنترولز، بروح على فيل اكسسبيليتي مثلا اكاونت، اوكي، اديت مثلا فيو باي فيلد. هسه هاي فيو باي فيلد بتشوف جميع الفيلدز اللي في الاوبجكت، مثلا الفيلد تاع خلينا نشوف الفاكس. اوكي، اذا رحت عملته خلينا مثلا في سيستم ادمنستريتور شلته، بديش اعمل اديتبل، بدي اعمل ايش؟ ريد اونلي، وبدي اعمل هون ريد اونلي، وعملت سيف. اوكي، بروح بدي ارجع اروح الاكونت، مفروض يكون ايش؟ ريد اونلي، يعني بقدرش انه اعدل عليه لانه ريد اون. روح مثلا على الداكستن بي ال سي. اوكي، راح نشوف هون في عندنا ايش؟ في عندنا فاكس. خلينا نروح اديت، هاي فاكس، حط اي رقم بدك اياه، حط سيف. مفروض ما ريد اونلي، اي كانت تشينج ات. اوكي، في عندنا هاي الرقم لازم نحطه سيف. شوف، ما هو ريد اونلي، طب كيف انا قدرت اعدل عليه؟ ما هو يعني فهمتوا علي ليش؟ مفروض انه ريد اونلي، اي كانت تشينج ات. فليش السيناريو هذا حصل؟ لان في عندي في البيرميشنز تاع السيت اب كان ايش؟ كان modify all data، فالبروفايل عمل override لكل الفيلد ليفل سيكيورتي، الشيرنج رولز، كل هاي الشغلات انا عملت لها override في اقوى اشي اللي هو البروفايل. فلازم تكون حذر كثير في عملية السيت اب لليوزر بروفايل. اوكي، خلينا نكمل، بنكمل كمان مره في السيشن. طبعا احنا بنحكي عن اورجانيزيشن وايد ديفولت سيتنجز، حكينا ان هاي اللاين اللي بنحكي عن البروفايل انه ذا موست ستريكر از وات از ذا بروفايل، بعد يعني من ستريكر تو وايد، يعني وي اوبن اب، يعني وي ستارت كلوز، وي ستارت فروم ستريك ذن وي اوبن اب، فبكون ذا موست ستريكرز بروفايل.
هسا في اشي وايدر ذان البروفايل اللي هي او دبليو دي اورجانيزيشن وايد ديفولت سيتنجز. البروفايل الجميع بيعرف يوصل للبروفايل، بتروح وين؟ على مانج يوزرز، في عندك هنا بروفايلز اللي هي هي بروفايلز، هنا بنشوف جميع البروفايلز الموجوده في السيستم. طبعا كل يوزر كم بروفايل ممكن يكون له؟ جاست وان بروفايل، يعني انا بقدرش يكون لي اكثر من بروفايل، ماكسيمم وان بروفايل. في حاله انه بده يكون لي اكثر من بروفايل، شو بستخدم؟ بستخدم بيرميشن سيت. ففي عندي بيرميشن سيت، البيرميشن سيت عملوها في الوينتر 2012، بتسمح لك انك يكون عندك اكثر من بروفايل في داخل بيرميشن سيت. طبعا دير بالك هون، لما يكون عندي مثلا اكثر من بروفايل في وان بيرميشن سيت، بدك تلاحظ انه في شغله لازم تلاحظها، انه مثلا كان عندي بروفايل لسيستم ادمنستريتور داخل بيرميشن سيت، كمان كان عندي بروفايل ل ستاندرد يوزر. فكيف بتتم العمليه؟ وبتتم العمليه عن طريق انه بيعمل السيستم بيرميشن سيت تاخذ اور اوبريشن بين البروفايل. يعني لو كان عندك في البروفايل الاول كان عندك في ريد بيرميشن، وفي البروفايل الثاني كان في عندك رايت بيرميشن، فبصير العمليه اور، فانا باخذ ريد ورايت، يعني بجمع بينهم. فهمت علي؟ يعني بصير عندي ريد ورايت. كيف؟ انه من البروفايل الاول عندي ريد، ومن البروفايل الثاني عندي رايت، فبعمل اور، فباخذ من هاي الريد وباخذ من هاي الرايت. فالبيرميشن سيت كثير ساعدتني اني بدل ما اروح اعمل، يعني ليش عملوا هاي البيرميشن سيت؟ زمان قبل 2000 يعني وينتر 2012 كان ايش يعملوا؟ تروح بدي اوكي بدي انا اعمل بروفايل جديد، بروح بعمل كلون. فكنت عشان تعمل كلون بدك تنسخ البروفايل، تعمل كلون تروح تعدل عليه وتضيف الشغلات اللي بدك اياها وتحذف الشغلات بدك اياها. فشو صار لما عملوا البيرميشن سيت؟ حكى لك لا، انا بعرف بيرميشن سيت بنعرف فيها اكثر من بروفايل. تمام. هاي الفرق بين البيرميشن سيت والبروفايل، انه البيرميشن سيت عباره عن سيت اوف بروفايلز، بروفايل جاست وان بروفايل. فهون بتروح على اي يوزر، مثلا رحت على يوزر، رحت على السوبر ادمن اللي هو سيستم ادمنستريتور بروفايل تاعي، اوكي رحت هون بلاحظ انه عندي اليوزر لايسنس تاعتي سيلز فورس بروفايل سيستم ادمنستريتور. اوكي محمد، بنكمل في البروفايل. شفنا وين البروفايل، ننتقل على تاني واحدة هون حسب الرسمة اللي عندي، اللي هي Organization Wide Default Settings. طبعا Organization Wide Default Settings هي خلينا نحكي توند ان رو في اليوزر بروفايل، او في السيستم سكيورتي، او في السكيورتي ان سيلز فورس. انك بتروح عشان تروح على Organization Wide Default Settings، بتروح على Sharing Settings، بروح هون على الـ Organization Wide Default Settings. طبعا ايش بتختلف الـ Organization Wide Default Settings عن الـ Profile؟ بشكل عام انا في عندي List of Objects في Salesforce، هسا عشان اضمن الـ Default Settings مثلا Lead او Contact او Opportunity، بعمل اشي بسموه الـ Organization Wide Default Settings، اني بحكي انه By Default الاوبورتونيتي بدها تكون بابليك ريد اونلي للجميع. يعني بحكيش عن بروفايلز هون، بحكي عن ليفل على مستوى الاوبجكت، نفس ما احكي في البروفايل على مستوى الاوبجكت بحكي برضه هون على مستوى الاوبجكت، لكن بحكي عن ايش؟ بحكي عن باي ديفولت. يعني بدناش نسميها البيس لاين، لكن بنسميها الباي ديفولت. يعني لما يعني بشكل عام انت لما تعمل سيستم عادي شو بتحط فيه؟ بتحط فيه ادمن، بتحط فيه يوزر، يوزر عادي مش ادمن. فانت بتحكي اوكي في عندي مثلا ادمن بروفايل، في عندي يوزر بروفايل. طب الباي ديفولت الجيست مثلا كيف بدك تتعامل معهم؟ ممكن تحطهم في اورجانيزيشن وايد ديفولت، اوكي. لكن هاي وايد ديفولت بحكي كاورجانيزيشن ككل، بحكيش عن سبيسيفيكلي عن بروفايل. مين اقوى، الاورجانيزيشن وايد ديفولت ولا البروفايل؟ اكيد البروفايل، لان البيس لاين تاعي اللي هو البروفايل. يعني زي ما شايفين هون في الرسمة اللي عندي، في عندي بروفايل، لما احكي بروفايل بحكي لك كرود فور بير اوبجكت، يعني بحكي عن كرود اوبريشن اللي كرييت ريموف ابديت ديليت. طبعا الاورجانيزيشن وايد ديفولت سيتنج برضه بحكي عن سيم، يعني بحكي عن سيم السيم سيم ثينجز، لكن هون بحكي عن يعني ريد ورايت، بحكيش عن جميع الاوبريشن.
يعني it's more general than it's more general than the profile. إنه the profile is more strict. يعني شوف هاي الأوبشن حتى في في organization wide default settings ما فيش كثير عندي objects، ما فيش عندي كثير sharing. يعني بحكي لك أوكي في عندي lead، في عندي جميع object custom standard object، لكن في البروفايل روح على البروفايل شوف قديش في عندك اوبشنز. فالبروفايل از ذا موست ستريكر، يعني شوف قديش في عندي صلاحيات. هون اذا رحت على سيستم ادمنستريتر شوف قديش في عندي صلاحيات ممكن يعني ابلش فيها على مستوى الاوبجكت. اوكي شوف قديش الصلاحيات اللي عندي، كرود جميع الكرود اوبريشن، كرييت ريد اديت ديليت فيو اول موديفاي اول. يعني فبتقدر تشوف ذاتس واي انها ايش ذا موست ستريكر. هسه بنروح على المانوال شيرنج والرول هايراركي والشيرنج رولز. طبعا ليش بنحتاج مثلا رول؟ ليش بنحتاج شيرنج رولز؟ بشكل عام لما يكون عندي اورجانيزيشن بيكون عندي هايراركي معينه مؤسسه، يعني بيكون عندي في مانجر. يعني خلينا نروح لكم هون على مانج يوزر رولز، راح تشوف انه في عندي في عندي structure للمؤسسة. يعني هون في عندي CEO، اوكي في بعد تحت CEO في director، تحت director في عندي sales representative، تحت sales representative مثلا ممكن يكون عندي employees. هاي territory based، في product based هاي example. يعني ممكن يكون عندك CEO مثلا hardware، vice president for hardware، VP يعني بيحكوا vice president، VP for software، VP for networking. مثلا في الفي في فور هاردوير ممكن يكون سيلز ريب للهاي للهاردوير. نفس الشيء كومباني سايز، يعني ممكن اكوردنج تو كومباني سايز. احنا خلينا هاي اكزامبل، ممكن تروح تعمل سيت اب نيو رول زي ما شايف هون بين عندي از هايراركي از نستد هايراركي. فبكون عندي مثلا الشركه هون الشركه الام، طبعا احنا دايمنشنز، تحت دايمنشنز في عندنا سي اي او، تحت السي اي او مثلا بين عندك سي اف او سي او او يعني as a hierarchy. اذا بتروح مثلا على الكاستمر سيرفيس او تروح على السيلز اند ماركتنج تقدر تشوف انها نستد. مثلا في 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 الماركتنج ممكن تروح على الماركتنج تشوف انه في عندي في عندي رول هان. هسه ممكن في بعض الحالات انه تحت الماركتنج تيم او تحت الفي بي ماركتنج بشكل عام بدي اضيف رول جديد، مثلا بدي اسميها مش ماركتينج بدي اسميها اي ماركتينج. مثلا اي ماركتينج اوكي اي ماركتينج بدي اضيف الرول نيم تاعها. هسه ريبورت تو، بتعرف في المؤسسات دائما بيكون واحد بيعمل ريبورت لواحد. مثلا انا بعمل ريبورت لمين؟ للدايركت مانجر. مثلا فلان بيعمل لي ريبورت، يعني ديفلوبر بيعمل ريبورت ل يعني كل واحد بيعمل ريبورت تو. فهاي في الرول هايراركي. هسه عمل سيف هون، بعد ما نعمل سيف بنشوف انه عمل لي نيو رول. شو اسم الرول؟ اي ماركتينج، اللي هو يتابع على مين؟ للماركتينج. شو اسم الرول نيم؟ هسه هاي الرول ما فيش فيها ولا يوزر، فانت عشان تضيف نيو يوزر لهاي الرول تقدر تروح تعمل نيو اساين يوزر تو رول، او تقدر تروح وين؟ تروح على اليوزرز، تروح مثلا على اي يوزر، مثلا على اليوزر اوكي تعمل اديت، تروح في عندك رول. اوكي بس هاي انا عشان البرو ال اليوزر اللي عندي، يعني في عندي في سيلز فورس بعطوك بجست تو يوزر سيلز فورس اكونت، فبدك يعني عشانك فري. فوين بتروح؟ مثلا بدي هون هاي مثلا اللايسنس اللي عندي سيلز فورس، فبقدر انا كيرول. هون في عندي سيلز فورس سيستم ادمنستريتور، انا بختار الرول اللي بدي اياه. طبعا الرول اللي عملناها اللي هي اي ماركتينج المفروض تكون هين، هي اي ماركتينج. بختار الرول، عملت يعني اي جاست هاف وان رول. اوكي فهون اخترت الرول اللي انا فيها اللي هي اي ماركتينج. هسه عشان انا في الاي ماركتينج رول ممكن احط يعني اعمل اديت على يعني كيف في عندي إشي اسمه groups، في عندي إشي. فممكن يكون group واحدة فيها أكثر من رول، group واحدة يكون أكثر من user. فإذا بتروح هون في عندي public groups،
طبعا انت كسيستم ادمنستريتور مش مطلوب كثير منك تكون سبيشالايز في الرول والسيت اب ان الرول، بس مفروض منك انك تقدر تميز او تعرف شو هي الرول وكيف تتعامل معها او شو هي اهميتها. فمثلا هون انا في عندي بابليك جروب، عامل بابليك جروب في شيء في سيلز فورس، عندي بابليك جروب، شو الحالات اللي بحتاج فيها اعمل بابليك جروب او كونسبت جروب؟ ليش اعمله في السيلز فورس؟ طب ما في عندي رول وفي عندي بروفايل وفي عندي بيرميشن سيت، ليش بدي اعمل بابليك جروب؟ البابليك جروب عملوها اذا بتشوف هون في عندي شيرنج جروبس، تمام، اللي هي فوق تيجي اخر شيء موست وايدر، يعني هي يعني اذا بدك تسكر من تحت اوكي، يعني اخر شيء اخر شيء ممكن يعني تلعب فيه أو تفتحه عندك اللي هي الشيرنج جروبس. بس الشيرنج جروبس ممكن تستخدمها مع جروبس او مع رولز. لكن ليش بحتاج جروبس؟ نرجع للنقطة الرئيسية، ليش بنحتاج جروب؟ الجروب عملوها عشان ممكن انك تحط مثلا اكثر من يوزر من اكثر من ديبارتمنت في جروب. يعني شوف عند هاي الرسمة مثلا، في عندي مثلا هون واحد بيشتغل في ديبارتمنت الماركتينج، وواحد بيشتغل في ديبارتمنت الديفلوبمنت، وواحد بيشتغل في ديبارتمنت الاتش ار. طب فرضا بدي اجيب هذا الانسان من هون واجيب هذا الانسان من هون واجيب هذا الانسان، احطهم في ايش؟ في جروب واحد. طب ما هذا من ديبارتمنت مختلفة عن هذا، والرول تاعه بيختلف، والرول تاعه تابع يعني بيعمل ريبورت لهذا، وهذا بيعمل ريبورت لهذا، فمختلفين عن بعض، كيف ممكن اجمعهم في تيم؟ بجمعهم في جوا جروب. فهاي الكونسيبت تاع الجروب. فممكن بتروح على بابليك جروب سام، بتعمل اديت او بتعمل كريت نيو، بتختار انا بدي اعمل جروب، الجروب هاي اللي عندي بدي اعملها من رولز، شو الرولز اللي عندي؟ مثلا اي ماركتينج، اوكي، بجيب الرول، جميع الرول بما فيها بضيفهم هون على الجروب تاعتي. كمان بدي جميع اليوزر، يوزر معين بختار، اليوزر معين بعمل له اد، يعني مثلا انا عندي هاي اليوزر بختاره من هون من يوزر، بعمل له اد بضيفه على الجروب تاعتي اللي هي اسمها اوث، بسيف، بعمل ايش؟ جروب. فشفنا الجروب ايش مكوناته، ممكن الجروب تكون يعني ممكن الجروب تكون يعني ممكن تحط جروب جوا جروب، ممكن تحط رولز جوا جروب، ممكن تحط يوزر جوا جروب، ففي عندك ماني اوبشنز. اوكي، نرجع للرسمه الرئيسيه. حكينا البروفايل، عرفنا شو البروفايل، بس ما حكيناش بالتفاصيل تاعت البروفايل، بس صار عندنا جنرال ايديا انها البروفايل اقوى من الاورجنايزيشن وايد ديفولت سيتنج. الاورجنايزيشن وايد ديفولت سيتنج حكينا بالضبط عنها، انها مور وايدر ذان بروفايل، بس بروفايل از ذا موست تريكر، وصار عندنا تصور شيء يعني موست تريكر، يعني اذا ان يو اوبن اب، دائما اتذكر هاي الكلمه، يو اوبن اب، يو ستارت فروم موست تريكر ذن يو اوبن اب، يعني بصيرش انك تفتح كل شيء بعدين تصير تركع، لا، بسكر كل شيء بعدين بصير افتح بعطي بيرميشن شوي شوي، هيك ويندوز بيشتغل، هيك لينكس بيشتغل. فهي الشغله، هيك سيلز فورس شغالين، وهي طريقه حلوه كثير. اوكي، بالنسبه ل يعني في 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 السكيورتي، هي مش كونسبت سهل. مرات لما بدك تعمل نيو اورجانيزيشن سكيورتي اركيتكتشر للاورجانيزيشن تاعتك، لازم تحط بعين الاعتبار تشوف ايش السكيورتي اللي بدك اياها، شو البروفايل اللي راح تحتاجها، شو الاورجانيزيشن ديفولت سيتنجز اللي راح تستخدمها، شو الشيرنج رولز اللي ممكن تحتاجها، شو الفيد ليفل سكيورتي اللي ممكن تحتاجها. فبدك تعمل رول اب ايفري ثينج وتراي تو يعني تو ريفايز اول ذا انفورميشن. طبعا اذا خلينا يعني ناخذ شويه سيناريو هذا، فرضا عندي انا سيستم ادمنستريتور، السيستم ادمنستريتور حكى لي انه بدي احسن طريقه انه اعمل فيلد مانديتوري في داخل اللاي اوت تاعت الصفحه. يعني هون اذا بتروح مثلا عندي اكونت، بتروح مثلا على اي اكونت من اللي عندي هون، مثلا هاي الاكونت حكى لك بدي الفيلد تاع الاكونت سايت يكون required او يكون mandatory. ايش معنى mandatory؟ mandatory معناها انه ايش؟ اجباري. طبعا ممكن انت تختار تحكي اوكي بروح على الفيلد ليفل سكيورتي، لكن لاحظ هون ان الفيلد ليفل سكيورتي اللي هي على مستوى الفيلد، وين كيف تصلها؟ بتروح على سيت اب، بتنزل تحت شوي، في عندك هون سكيورتي كنترولز، في عندك فيلد اكسسبيليتي، في الفيلد اكسسبيليتي بتدخل عليها، في عندك اكونت. هسه الاكونت
تقدر تعمل فيو للفيلز باي فيلز باي بروفايل باي ريكورد تايبس، روح فيو باي فيلد. لما تختار الفيلد اللي بدك اياه فرضا فاكس، الفاكس زي ما انت شايف في حاله انه انا سيستم ادمنستريتور بروفايل از ريد اونلي. اوكي. طبعا لما تيجي على الفيلد اكسسبيليتي زي ما حكينا، نحكي على مستوى الفيلد، زي ما شفنا بتقدر تعمل فيو باي بروفايل، هو نفس الشيء يعني، تروح باي فيو باي بروفايل، تروح سيستم ادمنستريتور، بعطيك جميع الفيلدز اوكي بالنسبه للبروفايل تاع سيستم ادمنستريتور، تروح فيو باي ريكورد تايبس. طبعا ريكورد تايبس هي شوفوا كلها مشبكه في بعضها الموضوع، بس لازم تعرف شو الريكورد تايبس. الريكورد تايبس هو عباره عن المكان اللي بربط بين اكثر من لاي اوت، يعني ممكن تكون الصفحة نفسها يكون أكثر إلها أكثر من لاي اوت. كيف بدك تعرف كيف بدك تربطها؟ بتربطها في ريكورد تايب. يعني لو كان عندي سيستم ادمنستريتور بعطيه ريكورد تايب، لا وبحط بداخل الريكورد تايب بعطيه لاي اوت تاعت السيستم ادمنستريتور. لما يكون عندي لاي اوت لليوزر العادي، في شغلات بدك اياها من اللاي اوت بديش اليوزر يشوفها، فبحطها في داخل ريكورد تايب. فالريكورد تايب له علاقة في مين؟ له علاقة في البيج لاي اوت، انه اذا كان عندي اكثر من بيج لاي اوت لنفس الصفحة لاكثر من يوزر بروفايل، فايش بستخدم؟ بستخدم الريكورد تايب. هل هاي المكان الوحيد اللي بستخدم فيه ريكورد تايب؟ لا، في مكان ثاني، انه اذا كان مثلا عندي بيك ليست، البيك ليست هاي اذا كان فيها فاليوز، يعني مثلا كان عندك اذا انت سيستم ادمنستريتور بعطيك بيك ليست فيها كلوز، اوكي اذا انت كان يعني بيك ليست، فاهم علي؟ اوبن كلوز بيك ليست يعني زي از كومبو بوكس. الكومبو بوكس كان فيه مثلا ستيتس كلوز، ستيتس كلوز هاي لازم ابينها في جوا البيك ليست فقط في حاله ايش؟ في حاله انه السيستم يكون سوبر ادمنستريت. في حاله اليوزر العادي بديش هذا الكلوز، فصار عندك ايش هون؟ ديفرنت بيك ليست فاليوز. الديفرنت بيك ليست فاليوز شو بيحتاجوا؟ بيحتاجوا ديفرنت، بدك طريقة انك ايش تغير البيك ليست فاليوز. فكيف ممكن تعملها؟ ممكن تعملها عن طريق الريكورد تايبس. يعني صار عندنا استخدامين للريكورد تايبس، اول استخدام في البيج لاي اوت، ديفرنت بيج لاي اوت فور ديفرنت يوزر، ثاني واحدة ايش؟ ديفرنت فاليوز فور بيك ليست. يعني هاي كثير بسأل انا دائما في السيس وورك ادمنستريتور، بدك تكون عارف الموضوع. طبعا كيف بصل للريكورد تايبس؟ بشكل بسيط، اذا بتروح هون على اي كاستمايز اوبجكت ستاندرد اوبجكت، هون مثلا رحت على الاكونت، راح تشوف انه في عندي ريكورد تايبس هون، فممكن انت ايش تعمل نيو ريكورد تايب. هو باي ديفولت بكونش في ريكورد تايب، بكون الماستر ريكورد تايب. فاحنا بنعرف ريكورد تايب جديد بنسميه مثلا او ام او دي اف، اي شيء بتعرف الريكورد تايب بتاعك الجديد. طبعا هذا بصير عندك نيو ريكورد تايب. هسه في بتعمل اساينمنت للبيج لاي اوت لهذا الريكورد تايب، فشو ممكن تعمل؟ بيج لاي اوت اوكي، بعد ما تعمل بيج لاي اوت ممكن تختار يعني اللاي اوت المناسبه لكل بروفايل. فهو مثلا انا سيستم ادمنستريتور، في عندي اللاي اوت الماستر، هاي الديفولت ماستر اسمها، الاشي اللي عملناه اسمها ايش؟ او ام دي اف. فالاو ام دي اف بتكون هون، هاي ادمنستريتور، هاي الاو ام دي اف، هاي الاكونت لاي اوت، بكبس على هاي. فممكن هاي لاي اوت عادي، يعني كيف انت بتروح هنا مثلا على الاكونت وبتكبس على هاي على الاكونت نفسها، بتروح هنا على الكبسه اليمين بتروح اديت لاي اوت اوكي. بس الاديت لاي اوت هاي اللي انت بتشتغل فيها حاليا، هاي لمين تابعه؟ تابعه للماستر. اذا بدك اشي كاستم بتروح تعمل كاستم ريكورد تايب، يعني بتعمل ريكورد تايب جديد بتعرف فيه البيج لاي اوت اللي بدك اياه الكاستم. يعني ممكن تخفي شغلات وتحط شغلات، حر انت. يعني مثلا انا هون شو عامل؟ عامل مثلا اديت لاي اوت، ضايف شغلات على اللاي اوت اللي عندي، على البيج اللي عندي. اوكي شو ضايف؟ ضايف فيجوال فورس بيج. يعني هون في عندك لما تعمل فيجوال فورس بيج، ما بعرفش اذا بلشتوا فيه ولا لا، بس في عندك فيجوال فورس بيج، بتحط فيجوال فورس بيج، تعمل دراج دروب لبيج كامله. يعني هاي مثلا عباره عن بيج، ممكن تعملها ريموف اجت فوق، هاي عباره عن بيج كامله فيجوال فورس بيج. يعني هاي شو اسمها؟ اكسترنال ويب سيرفيس. انا منادي ويب سيرفيس من خارج السيلز فورس، عرضها في صفحه، وهاي الصفحه وين حطيتها؟ داخل
اللاي اوت هاي، يعني هاي عملها دراج دروب هون، هاي اكسترنال ويب سيرفيس بيج، عملها هون، حطيتها هون. فلما اسيف، اعمل سيف، اوكي، شو راح تشوف؟ راح تشوف الصفحة اللي عندي، عملها انكلود في داخل اللاي اوت از كاستم، شايف كيف صار لودينج وهاي هاي. فممكن كيف تصل هذا البيج هاي؟ انا عملها ابيكس، تروح ابيكس اكسترنال ويب سيرفيس بيج، هاي البيج اللي عندي، راح تشوف ان عندي هاي البيج عادي اتش تي ام ال هيد، وطبعا ابيكس ديفينيشن للبيج، اعملها ستاندرد كنترول الاكونت اكستنشنز، هاي السبجوز ما دخلتوش فيها انتو، لكن هاي كيف تعمل اكستنشنز، شو هيدر فوز، عشان هيك بتشوف الشيدر ولا سايد بار ولا شيء. صفحة عادية اتش تي ام ال جافا سكريبت جي كويري، فيش اي مشكلة. في انا عامل هون يعني اكستنشن للبيج، ماي اكستنشن هاي يعني كاستم كنترولر، بنادي اكسترنال ويب سيرفيس، شوف كيف مثلا بنادي اكسترنال ويب سيرفيس وباخذ الريسبونس وبطبعه في الصفحة، راح نشوف كيف نعمل هاي ليتر اون، لكن I just wanna give you the idea انه this is the layout. Layout is very important. فكنا نحكي عن، شوف وين رحنا، الموضوع كثير متشابك مع بعض. كنا نحكي انه what is the best way to make a field required in Salesforce. طبعا افضل طريقه انه عن طريق ايش؟ عن طريق البيج لاي اوت، مش عن طريق الفيلد ليفل سكيورتي. ليش؟ روح على سيت اب، روح على سيت اب، روح على مانج يوزرز، او عفوا على سكيورتي كنترولز، في عندك فيلد اكسسبيلتي، اوكي، اكبس على اي فيلد بدك اياه. احنا كنا نحكي عن اكونت، روح اكونت على فيلدز، وي توكن اباوت فيلد، وي توكن اباوت يعني فيلد باي فيلد. فبتروح مثلا فيو باي بروفايل او فيو باي فيلد، الاشي بدك اياه، فرض بروفايل جست ا ليستنج يعني ستايل، هي بتختار الاشي بدك اياه ادمنستريتور. هون فرضا انا بدي اروح اتحكم في الفاكس، اوكي، بكبس على الفاكس. لما اروح على الفاكس شو بشوف هون في الفيلد ليفل سكيورتي؟ هاي كثير مهمه، كثير وكثير بتيجي عليها اسئله، ولازم الواحد يكون حذر شوي. في الفيلد ليفل سكيورتي بحكي عن فيلد ليفل سكيورتي. لما احكي عن فيلد ليفل سكيورتي بالنسبه للبروفايل بحكي عن فيزيبل وريد اونلي، يعني بحكي هل الفيلد هذا بدك اياه يكون فيزيبل في الصفحه، وهل بدك اياه يكون، او هل بدك اياه يكون ريد اونلي. فبقدر احط اكيم هون، يعني بطل فيزبل، يعني بطل اشوفه في سيستم ادمنستريتور بروفايل. كمان في البيج لاي اوت عشان تعمل ريكوير جاست اونلي، يعني تقدر تشوف انه اونلي افيل تو بي ماندوتوري تو بي ريكوير، لازم تحطها هون. بقدر اشوف انه the only way to make a field required or mandatory in Salesforce is what? Is the page layout. فأنا عن طريق ال page layout بقدر أعمل required. في المقابل ممكن أعمل visible و read only عن طريق ال profile أو عن طريق ال page layout. تمام؟ لكن ال required أو mandatory field only by page layout. يعني ممكن هون تحط required وتسيف، تعمل save. اوكي، وممكن تروح على الاكونت وراح تضلك تشوف، راح تضلك تشوف. اوكي، هسا بالنسبه في عندنا هون في الفيلد ليفل سكيورتي حكينا، في عندنا فيلد ليفل سكيورتي بنحكي عن بروفايل، بنحكي عن بيج لاي اوت. في الفيلد ليفل سكيورتي في عندنا فيزيبل وفي عندنا ريد اونلي، وكمان في البيج لاي اوت في عندنا فيزيبل وفي عندنا ريد اونلي. طب انتو برايكم مين بيكون اقوى، البيج لاي اوت ولا الفيلد ليفل سكيورتي؟ اكيد الفيلد ليفل سكيورتي بده يكون اقوى. فالفيلد ليفل سكيورتي تيك توب بيرميشن، يعني ذيس از مور ستريك، ذيس از مور ستريكر، يعني ذيس بروفايل فيلد ليفل سكيورتي اوفر رايد بيج لاي اوت. فهي نقطة رئيسية. اوكي، يعني بنحكي بشكل عام انه الفيلد ليفل سكيورتي اقوى من البيج لاي اوت، لكن البيج لاي اوت الاشي الوحيد المميز فيها انها بتعمل فيلد ريكوير. يعني لو عملت هون شت التشيك بوكس، عملت هون شت التشيك بوكس من هون وخليت هاي فيزيبل، هاي راح تعمل اوفر رايد لهاي، لان هاي
أقوى من الـ Page Layout. فالـ Field Level Security is overriding the Page Layout Security بشكل عام. أوكي، نفس الشيء بالنسبة ل، لاحظ هون الـ Required والـ Read Only. في عنا إذا حطيت هاي Required أوكي وحطيت هاي Shift Read Only، فـ by default هاي راح تكون Required، لكن مش راح تكون Read Only. فلو اخترت هاي Read Only هاي راح تكون Required أوكي. فتقدرش في الـ Page Layout تقدرش تجمع بين يعني يا Read Only يا Required. في حالتي انه حطيت ريد اون حطيت ريكوايرد وعملت سيف، مش راح تزبط. ليش؟ لانه ايش، لانه انا عندي في مودفاي اول داتا فيو اول داتا بيرميشن في البروفايل، فراح يعمل اوفررايد. فالاشي اللي بتحقق هون بس اللي هي ريكوايرد. فعشان هيك اذا بتروح على الاكونت، تروح على اي ريكورد، مثلا رحت على الريكورد راح تشوف انه يعمل ايديت، راح تشوف انه في عندي هون الفاكس، والفاكس is required from page layout، لكن it's not read only because I have modify all permissions. so عشان هيك يعني هاي شغلة كثير مهمة في field level أو security في Salesforce. لاحظ هون يعني هي شغلة مش كثير معقدة، شغلة سهلة كثير، لكن بدك تعرف كل واحدة وين تستخدمها. Security controls موضوع كثير كبير و it's not easy at all، يعني from the first time you have to struggle a little bit. فهون في عنا sharing settings زي ما شايفين، في كل object له sharing rules. ممكن تعمل new sharing rule للstudent، تحدد الناس اللي بدك تعمل يعملوا يعني which record to be shared and which select user to share with. manual sharing يعني سيك ليفل اوف اكسس، هل بدك اياه ريد اونلي هل ريد رايت. فهون تختار ال sharing rule، هل بدك criteria based ولا based on record owner. فانت بتحدد. طبعا انا بهمني بشكل رئيسي زي ما حكيت لكم ال profile is bigger is more stricter than ORD. يعني اي شيء بتعرفه هون بكون open، مش راح تقدر تسكره هون، فلازم تنتبه. ممكن اسكر من هون افتح من هون، لكن العكس مش صحيح. اي هي بشكل عام السكيورتي ان اكسس. طبعا هاي الدوكيومنت موجودة عندنا على الفورم، ممكن تنزلها وتشوفها زي ما وجدتكم في اول فيديو. في ملخصات سريعة عن كل شغلات، permissions with access، profile، sharing rules، object level permissions. في كتير مصطلحات مثلا user administration roles okay. كيف مثلا can manage role according to role hierarchy. في كتير concept لازم تكونوا انتو familiar معها. بالنسبة custom settings برضو كتير مهمة، شو custom settings وين انت محتاجها، شو list، شو hierarchy، شو الفرق بينهم. sharing rules، احنا sharing rules في شوية نوتس هون على الشيرنج روز. في بالإضافة لكل هاي الكونسبت في عنا يعني شوية شغلات، شوية تعريف. خلينا نحكي بالنسبة لل Salesforce Sharing Rules. Salesforce Sharing Rules والرول هايراركي والمانيوال شيرنج والاورجانيزيشن والديفولت سيتنج والبروفايل. في الدياجرام ورجيتكم اياه قبل شوي اللي هو هاي الرسمه اوكي. الدايجرام اللي ورجيتكم اياه اللي بحكي عن كل هاي الشغلات، لما نحكي عن شيرينج رولز اللي هي زي ما شايفين هون شيرينج رولز التوب اون ذا لاست لاين. ذا شيرينج رولز يوزد باي ادمنستريتور تو اوتوماتيكلي جرانت يوزر within a given group or role access to record owned by a specific group of user. لما نحكي عن على grant the access to a specific user or group of user. Okay. To the record. نحكي عن record access. هون في sharing rule نحكي عن record access. في role hierarchy نحكي عن record access. Okay.
طبعا بير اوبجكت زي ما شايفين هون، بير اوبجكت في شيرد وود، لان كل اوبجكت اكونت في بير اوبجكت تعمل له يعني زي بير اوبجكت، بير اوبجكت اوكي، بير اوبجكت، بير اوبجكت، so that's why we call it بير اوبجكت، but it's for record based. Okay, for profile, define a set of permission to perform different operations, such as querying, adding, updating, نحكي عن crude operation for an object. Different operations. OWD, the role hierarchy enable user above another user in the hierarchy to have the same level of access to the record or by or shared with user below. يعني أنا في عندي admin، admin بقدر أشوف كل إشي تحت user تحت admin. manager بقدر أشوف كل الشغلات اللي بقدر أشوفها لأمليه. في عندنا manual sharing. manual sharing اللي هي manual managed sharing يعني بطريقة يدوية allow the record owner or any user with full access to a record to share the record with the user or group. يعني هي manual sharing اللي بقدر أعمل sharing the record if I got full access يعني modify all read all إذا عندي هاي permissions عليه بقدر أعمل له share to a user or a group. The role hierarchy بساطة جدا زي ما حكينا enable user above each other in the same hierarchy to have the same level of access to record owned by or shared by user below. يعني هي ولا اشي يعني هم بنحكي رول هيراركي بنحكي الاورجانيزيشن وايد ديفولت سيتنج والرول هيراركي بس تقريبا كاتبين اوكي نفس الشيء. الاورجانيزيشن وايد ديفولت سيتنجز بنحكي مش يعني بشكل عام اورجانيزيشن وايد ديفولت سيتنجز عشان تروح عليها زي ما حكينا بنروح على شيرنج سيتنجز بنحكي عن organization sharing specify level of access to your user have to each other's data. يعني مثلا هون هل بقدر اعمل transfer the lead من اليوزر الاونر القديم للاونر الحديث اوكي. هل في عندي هنا sharing rule اوكي اللي هي يعني بشكل عام organization wide default settings بحكي لك عن generally هل بقدر اعمل transfer اوكي لا ownership لما اعمل transfer ownership هل الريكورد بنتكل مع اليوزر ولا لا. ف يعني هي مربوطة في sharing rule لكن organization wide default settings is very important. يعني لو جيت هون عملتها public read write رحت لعبت في sharing rules مش راح تأثر لأن يعني organization wide default settings أقوى من ال sharing rules. لكن إذا أنا جيت هون عملتها private okay هناك رحت ظبطتها حطيتها it's open up so you can do that but you can't make it public then you can make it private. You can make it private then you make it read or write or give it an access to it. This is very important, you know. Okay. So هون شو بنحكي؟ احنا ما بنحكيش انا يعني هون في عندك في ال يعني مثلا ما رحت انا ايديت يعني خلال خبرتي في سيلز فورس اغلب الاسئله بتيجي من هون يعني هاي الجمله هاي الباراجراف هاي كثير مهمه يعني changing these default settings will cause all sharing rules to be recalculated. This could require significant system resources and time depending on your amount of data in your organization. Setting an object to private make record visible to record owner only. Okay? And those above them in the role hierarchy. And تعمل record private. Okay, جيت هون. عملت private. بكون بس the record owner. And those above it in the role hierarchy and access can be extended using share rules. يعني كان private تقدر ايش تعمل extension في sharing rule لكن اذا كان public الفاضي sharing rules هاي لازم تكونوا متأكدين منها. طيب شباب هاي بشكل عام بالنسبة لهاي السيشن
بتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا لكم، وإن شاء الله بنشوفكم في دروس ثانية. ما تنسوا تقرأوا الدوكيمنت هاي وتراجعوها بشكل سريع. شكرا لكم، نشوفكم في دروس ثانية إن شاء الله. سلامات.